السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم الفنية قناة كوكب الفن. كنرحب بجميع المتابعين الكرام وكنشكركم على الدعم المتواصل الدائم في هذه القناة، وكنوعدكم دائما بالجديد. الحلقة ديال هذا اليوم وهو التحدي ديال التقدم في العمر، واللي كنجتاح المواقع ديال التواصل الاجتماعي، ولكن ما اقتصرش على الرواد فقط بل حتى على الفنانين، وهذا الشيء اللي هنشوفه في هذا الفيديو. ورجعوا بعد الفاصل. صور النجوم المغاربة في سن الشيخوخة، هكذا أصبح شكلهم مع فيس أب. ما زال مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مشغلون بتطبيق تحدي العمر فيس أب، الذي يقوم بتغيير ملامح الوجه من شابة إلى متقدمة في السن. واللافت في الموضوع مشاركة نجوم الفن في هذا التحدي الذي لم يقتصر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقط، حيث نشر أغلبهم صورا لهم بعمر متقدم والتجاعيد تسيطر على وجههم. ومن الفنانين من خاض التحدي أكثر من مرة، ساخرين من شكلهم في المستقبل أو متحسرين على أيام الشباب بعد مواجهة تحدي العمر، حيث حظيت هذه الصورة المعدلة للنجوم بتفاعل واسع وتم تداولها بشكل كبير. وهذه أبرز النجوم المغاربة الذين دخلوا خوض غمار تحدي العمر. كنشكركم على المتابعة، وكنوعدكم دائما بالجديد في قناتكم الفنية قناة كوكب الفن. وكنطلب منكم واحد الطلب، وهو تبقى تعملونا جيم بزاف باش الفيديوهات القناة يزيد يوصلوا أكثر من المشاهدات، وهادشي باش يزيد يحفزنا أننا نقدم لكم الجديد والرقي إلى الأفضل. أستودعكم الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.